حبيبتي انا واصل مشوار شي ساعه ورجع، بدك شيء؟ لا لوين؟ هون بالمنطقه، رايح اشوف شخص احكي معه شوي شغل. شو كانك عم بتميلي للابستراكت؟ شو التغيير بالمزاج هذا؟ له سبب؟ منو هذا الشخص اللي رايح تشوفه؟ وعن اي شغل بتكون تحكوا؟ شو بدك بالتفاصيل المملة هلا حبيبتي؟ بحياتك ما خبرتني شيء. بحس مرات كأنه عندك حياة تانية أنا ماني جزء منها، وما بعرف شيء عنها. أبداً ما في شيء منه هيدا الحكي حبيبتي. أنا كتاب مفتوح. كل شيء بتعرفيه عني هو كل شيء. أنت دايماً بعقلي وبقلبي. على طول. ما بدي وجع لك راسك بحكي شغل وحكي رجال. خاصة لما تكوني بحالة وعي وإبداع. وفيرق ودكتور فراس. شو بو فراس؟ ليش جبتوا لهون؟ من وين بتعرفوا بعدين كيف؟ ليش انت بتعرفيه من قبل؟ لا خلص ببقى بخبرك بعدين من وين بعرفه وعلى شو اتفقنا. هلا من